دكتور الصيدلاني أنس الشطوف المدير الإداري لمستشفى دهلمن للنسائي والأطفال. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كنا عن أهمية المستشفى أقسامه وكوادره. بالنسبة للمستشفى يعتبر المستشفى الوحيد تقريبا في المنطقة باختصاصي النسائي والأطفال. هذول الاختصاصات تعرف مثل ما بتعرف حضرتك يعني اختصاصات مهمة جدا والتعامل فيهن مع الشرائح الأطفال والنسائي الحساسة في المجتمع. الأهمية كونه مستشفى الوحيد في المنطقة ففي إقبال عليه كبير من المنطقة والمنطقة كلياتها فيها نازحين أعداد كبيرة فالإقبال عليه بده يكون كبير. انتهى الدعم تاريخ 31/10/2018. نحن مستمرين في بعض الناس اللي عم يقدمونا مساعدات بسيطة يعني جدا مساعدات عينية بسيطة. الكوادر المستمرة كلياتها متعودة ومتعلمة على الشغل التطوعي. عندهم أعباء وعندهم يعني مصاريف كبيرة، عندنا مصاريف كبيرة ونحن عم نشتغل في طاقات متدنية جدا مقارنة بالوضع أثناء الدعم. والله المشفى هون يعني عم يخدم كثير العالم وبما انه مجاني يعني والعالم يعني فعلا امورها هلا ضاضعت كثير خاصه بهالسنه هاي يعني انا لاحظت لك معظم المجتمع صار عنده يعني فقر كثير بهالسنه هاي ما بعرف ليش يعني السنه الماضيه كانت بجوز افضل شوي والمشفى يعني الله يجزيه الخير يعني عم بيشتغل شغل كويس وما كل العالم تقدر تروح على دكتور تحط اجر وكذا وهيك وادويه كمان هون الحمد لله يعني مجانا فعم يخدم العالم كثير يعني.